ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدريب، ابتكارات التدريب، تنميع التدريب، أهداف. أولا سميت ابتكارات، لماذا؟ لأن التدريب يعتمد على معالجة مشاكلك المباريات بنسبة رئيسية، مو دائما. هاي واحد. اثنين، التدريب يعني احنا نسميه دائما الوقوف على العلة في مشاكل اللعب، يعني هذا مهم، ولذلك يحتاج المدرب إلى تأسيس الفعاليات التدريبية وليس نقلها. فأنا قلت محاضر سألني في ماليزيا، محاضر عربي، قال لي إيش أقول إذا طلعت على المنصة؟ قلت له قول هاي الكلمات الثلاثة. صديق عزيز وطبعا من المحاضرين اللي أنا معجب به، قلت له التدريب هو ليس نقل من الكتب، وإنما التدريب ابتكار يهدف إلى معالجة مشاكل فريقك. وقلت له قول ليس كل التدريب عموم هذا الكلام، هذا يخص مشاكل الفريق. ما ممكن مدرب بالعالم يأتي يوميا يعالج مشاكل الفريق يوميا، لا 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 يمكن تصديق ذلك في تدريب عام في تدريب خاص. فالابتكار والارتجال من قبل المدرب مهم، فلازم نعلم مدربينا في الدورات التدريبية الدولية، خلينا نسميها للفيفا وغيرها وللقارية للاتحاد الآسيوي، هو جزئية مهمة يفتقدها المدرب، كل المدربين. أنا أقول من أقول المدرب، مدربين في أحسن من عندنا كثير، فيفتقدها المدرب العربي منذ نشأته ومنذ تولي مهام التدريب، وهي الابتكار. الابتكار ضروري جيد. يعني أنا عندي الآن تمرين تصويب الأهداف الثلاثة على بعد 10 أهداف عن كل هدف، عشان لا يصير عندنا مشاكل ولا يصير ضرب حراس مرمى عشوائي، لأن إذا الأهداف متقاربة تحدث مشاكل. فكل مجموعة لها قطاع تلعب ب 20 ياردة أمام الهدف، 20 ياردة بالوسط، 15 ياردة بالأخير. فالتمرين الفعالية نشوفها أول مرة نتكلم. الفعالية تركز على ما يعرف بالركض السريع، ركض سريع مو سبرنتينج، لا، وإنما ركض سريع فاست رانينج. أكو فرق، زين؟ ذاك الماكسيمم نتركه. فاللاعب اللي عنده كرة يمر اللاعب الثاني، ها اللاعب الثاني ايش يعمل؟ دحرجة، يترك الكرة هنا أمام العشرين ياردة ويلف أسرع ما يمكن مكان اللاعب الأول، لأن اللاعب الأول من مرر الكرة للاعب الثاني راح سريع خلف اللاعب أو مكان اللاعب الثالث. فمن استلم هذا فراغ المكان، مكان الكرات طبعا هنا كرات موجودة، فمن اللاعب الثاني استلم واستدار وعمل الدحرجة السريعة وهذا المربع، هذا اللاعب انطلق خلفه باتجاهه، لأن لاعب الدحرجة راح يترك الكرة هنا وإيش يعمل؟ يعمل سريع حول العلامة ويرجع مكان هذا المكان الفارغ، مكان اللاعب الأول. ممتاز. واللي راح صوت يرجع نفس الشيء، يلف حول العلامة هاي يرجع مكان اللاعب الثاني. إذا هذا اللاعب الأول راح مكان اللاعب الثالث، والثالث لف على العلامة راح مكان اللاعب الثاني، صح ولا لا؟ واللاعب هذا اللي بدأ اللعب راح مكان اللاعب هذا، فيصير تدوير، يسمون تدوير مع عقارب الساعة. هذا ركض سريع، هذا تصويب وركض سريع وتعال مكان اثنين، واثنين دحرجة ركض سريع تعال مكان واحد. واحدة من الفعاليات التدريبية الجيدة المهمة اللي تفيدك في ما يعرف بتطوير ناحية بدنية مع الكرة. لماذا مثلا يكون تركيزي على هذه الأمور متواصل ولا ينقطع؟ سأبقى متواصل ولا ينقطع تركيزي في هذه الأمور لسبب بسيط جدا. شوف، أنا مثلا هنا أنا ما وضعت ركض، هذا هم يركض
كلهم نفس الشيء، هذا هم يركض، بس أنا أشرح عنها الفعالية، ما يتم هنا يتم هنا ويتم هنا. فانظر لهذه الفعالية، انظر للاسم، انظر للاعب. احنا قلنا هاي 15 ياردة، اللاعب يركض 15 ياردة سريع. انظر لهاي 20 ياردة، اللاعب يركض 20 ياردة سريع. انظر لهاي دحرج ويركض تقريبا، هذا ركض سريع وهذا يكون ركض سريع، يعني بحدود 20 ياردة سريع. ويعني صفة من صفات كرة القدم، وإلى نسبة عالية باللعب، لأن كرة القدم مو بس كرة، كرة ومعها ركض كثير. يعني الناس يسميها لعبة ركض، ركض، ولذلك يسموها يعني أنا ذكرت يعني أسميها لعبة حية ما تتوقف أبدا، يعني تيار من الأركاض، ذهاب إياب للجانب كذا، هرولة ثم ركض سريع ثم توقف ثم قفز ثم كذا. لكن كل يجري ضمن ما يعرف بوجود ريفرنس اثنين، الأهداف والكرة وبأي ثلث انت من الساحة. فإحنا نأخذ هذه المواصفات اللي تصير باللعب ونجي نحاول نأخذها بالتمرين. يعني أنا أقول يقول أحسن شيء في كرة القدم أو في كل الألعاب الرياضية أن تدرب ما يحدث وين بالمباراة، لكن مو كل شيء يحدث بالمباراة أن تدرب على طول السنة أو كل الأسبوع تدريبي. لا، التدريب العام ضروري، لكن التدريب الخاص أكثر ضرورة. لذلك أركز على هذه المواضيع وأقول للمدربين الإخواني أنه الفعالية هاي أنا أضعها في من وجهة نظري بهذا الشكل، قد أنت تضعها من وجهة نظرك في شكل آخر. قد مدرب يقول أوكي نقدر نحط اثنين لاعبين هنا واثنين لاعبين هنا واثنين لاعبين هنا، وهذا لاعب والكرات نسميه مرر لهذا وهذا يبدأ الفعالية. أوكي very good، وين يبدلون هذا يجي مكان هذا، أو الكرات يجي مكان هذا، وهذا التبديل نفس الشيء، هذا يروح مكان هذا، هذا يروح مكان اثنين، وهذا اثنين يروح مكان واحد. فنتاس على الكرات، فنتاس ممتاز. هي إدارة فعالية، يعني هذه إذا نضعها بالمتحرك نشوف قيمها من ناحية الطاقة اللي يبذلها اللاعب، وآخر يقول أوكي ممكن نجيب هذا اللاعب هنا، هذا اللاعب الثالث سمنا يجي هنا، واللاعب هذا الأول يجي هنا مع الكرة، فنتاسك اللاعب الوسط ثابت. مشكلة كل ابتكار جيد، كل تعديل، كل تغيير جيد. من أين يأتي الابتكار والتعديل والهاي؟ أثناء تنفيذ المدرب بالميدان للفعالية التدريبية تتغير أفكار عن الفعالية التدريبية اللي يأخذها من الإنترنت. مثلا الآن المدرب يطالع يقول والله هذا التمرين زين اليوم طبعا، لكن المدرب أثناء التطبيق يقول أوكي لماذا لا أنقل هذا اللاعب بعد فترة من التكرار هنا، وهذا اللاعب يصير هنا ونأدي نفس الفعالية والعلامة تصير هنا. أوكي إذا جربنا من اليسار نجرب من اليمين، وكل مجموعة تشتغل بالمربعات الخاص بها والأهداف على بعد مسافة عن بعضها، وأنا أفضل الأهداف توضع واحدة داخل قوس الجزاء وواحد على طرف أو زاوية منطقة الجزاء والآخر على زاوية منطقة، تكون بيناتهم مسافة بيصير تدخل الكرات ضد حراس المرمى، يعني كل حارس مرمى يكون تقريبا يدافع عن الكرة اللي تصوب عليه حتى لا يصير الكرات مزدوجة تروح في هدف واحد قد تؤذي حارس المرمى. فهاي الأشياء بسيطة، لكن هاي الأشياء هي اللي تدرب، هاي الأشياء هي اللي تضع فكرة للمدربين، تقول يا مدربين ابتكروا ابتكروا، لا تأخذون المادة جاهزة وتطبقوها 100 مرة 1000 مرة. أنت مدرب درب شيء تأخذه من مكان ما وليس بذلك من هاي الحياة، لكن خلال التدريب بالميدان تشوف إنه الفعالية مثل تحتاج تغيير، تحتاج تعديل، تحتاج إضافة. اعمل على هذه الابتكارات لأنها تأتي من الميدان، الميدان هو المهم.
الميدان هو الصف الحقيقي للتطوير والتعليم وما يعرف بالانتقال في مستويات اللاعبين إلى القمة. أنا موفق ولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالخير والبركة. شكرا جزيلا، صلى على سيدنا رسول الله.